السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وتحياتي ليكم جميعا. وذروة الكورونا في مصر زادت جدا وانتشرت بشكل رهيب، وإن شاء الله بإذن الله ده معناه أنها هتبدأ تنحصر. ده مش كلامي أنا، ده اللي احنا شفناه في الدول العالم كله، في إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وكل دول العالم، وكله ابتدى ينزل تاني بعد ما وصل للذروة. لأن ببساطة الموضوع كأن هو بعد ما بتبدأ الناس تخف، في ناس بيبقى عندها مناعة، فالفيروس ما بيقدرش ينقل من واحد إلى التاني زي الأول، بيبقى فيه في النص حاجز فبيقل بيقل بيقل لأنه انتشر بشكل رهيب جدا. فطبعا النهاردة هكلمكم عن العلاج في الحجر المنزلي. طبعا في ناس كتيرة دلوقتي النظام الصحي طبعا عشان العدد هائل جدا وما نقدرش نستوعب ولا نستهلك الأطباء بتوعنا اللي قايمين بدور بطولي كبير جدا، ما نقدرش نروح الناس زي ما انتم شايفين العدد كبير، وبعدين مش كل الحالات، يعني بنسبة 80% من الحالات مش محتاجة اصلا مستشفى، 20% من الحالات اللي ممكن تحتاج ان تروح المستشفى يكشف عليها دكتور، و 15% بيروح البيت، و 10% بيفضل، 5% في المستشفى و 5% في اللي هو التنويم الداخلي، و 5% في العناية المركزة. فالامور ان شاء الله تتظبط باذن الله. فانا دوري ان انا اساعدكم ايه العلاج اللي احنا هناخده في البيت، ايه العلاج اللي احنا المفروض ناخده في البيت، وايه الحاجات اللي ممنوع ما ناخدهاش الا باشراف طبي. في حاجات هقول لكم ممكن تجيبها حتى لو دكتور ما وصفهاش ليك، وفي حاجات هقول لك لا لازم تاخد راي دكتور قريب منك، دكتور قريبك، دكتور في المنطقه اللي انت فيها، تساله بالظبط. حتى لو مش هتعرف تروح له، لو هو عارفك اتصل بيه واساله، لان طبعا الموضوع يعني اصبح دلوقتي لازم يبقى لينا دور احنا كناس عايشين في البلد، والدور كعيانين ان احنا نتفاعل مع الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. اهلا بيك طبعا، انت في قناة الدكتور خالد ابو العزم استشاري امراض البطنة والعناية المركزة، واشترك في قناتي في اليوتيوب وعلى الفيسبوك برضو، وارجو ان الفيديو ده يوصل لناس كتيرة جدا. ويلا بينا نبدأ نشوف الوضع هيبقى. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اقول لكم على حاجة مهمة يا جماعة. الفيروس ده ابتدى يضعف الفترة الاخيرة، ده مش كلامي، ده حاجات ابحاث علمية. وبعد ما اكتشفنا ان الموضوع ما كانش ليه علاقة بالرئة والقصة الرئة، اتضح ان هو حاجات وعائية، حاجات في الدم، حاجات في التخثر بتاع الدم كانت بتعمل جلطات في الرئة. يعني اكتشفناه طبعا، ما انتوا عارفين حاجة جديدة، فكل يوم كان بيكتشف حاجات جديدة. يعني الناس اللي اتحطت على جهاز تنفس صناعي، يعني عايز اقول لكم سيء الحظ جدا اللي جاله كورونا في اول الموضوع، في اول ما حصل الوباء. اللي جايله كورونا دلوقتي يمكن اسعد حظا من زمان، لان كان زمان ما حدش حاجه، انت بتخبط في الضلمه ما انتش عارف حاجه. دلوقتي لا، في بروتوكولات اتعملت جديده، وفي حاجات كتيره جدا اتعملت. فاحنا نتكلم عن العلاج، ايه العلاج اللي انا اقدر اعمله، ايه البروتوكول اللي موجود. في حاجات في ايديا، وفي حاجات انا ما اقدرش ان انا اعملها، في ادويه اقدر اجيبها، وفي ادويه ما اقدرش اجيبها. هنتكلم عن كل التفاصيل. اول انسان ما يحس بحراره في جسمه، كحه، تعامل معاها على انها كورونا، ارجوك تعامل على انها كورونا، مفيش حل تاني، هي دي كورونا الى ان يثبت عكس ذلك، وتعامل وخد علاج على انها كورونا. ما تستناش، ما تروحش، ما تجيش، ما تعملش اي حاجه خالص غير انك تتعامل معاها لانها كورونا. ابدا اعزل نفسك، البس كمامه، ما تعديش حد في اسرتك، خد لو في حمام المنفصل يا ريت، مفيش خلاص يبقى ينضفوا بعديك، تغير هدومك قبل ما تدخل اي حته، ما حدش يختلط بيك. التعليمات دي مهمه جدا، تمام؟ يبقى انت اي حد عنده حراره ما يقوليش اصل انا خدت برد، اصل انا كنت في الهواء، لا انت عندك كورونا، عندك كورونا، وهي المرض كده، ما تقلقوش، هو بيجي بحراره. الحراره ما بتستجبش للانواع الحبوب اللي احنا بناخدها، البنادول والباراسيتامول. وعلى فكره مش لازم بنادول باي نيم، الناس بتضحك عليكم وبتبيع لكم باسعار وهميه. هو الباراسيتامول، اي باراسيتامول بخمسة جنيه ولا بعشرة جنيه هاته، مفيش داعي تجيب لي 170 جنيه. هو ده مش ترياء، مش دواء للكورونا، ده خفض حراره. فاول حاجه هنعملها هنحجز نفسينا في اوضه منعزله، مفيش امكانيات، يبقى حاول بقدر المستطاع تلبس كمامه طول ما انت قاعد، ولادك يبقوا بعيد عنك، حاول بقدر المستطاع اللي بيخدمك في البيت يبقى واخد احتياطاته كاملا. اصحاب الامراض المزمنه ارجوكم ظبطوا السكر والضغط، ارجوكم، مفيش داعي ان احنا نهمل الدواء ويبقى عندنا احباط.
الحالة النفسية يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. الحالة النفسية لو انت مرعوب والناس بترعبك، انا شفت ناس بيتصلوا بيا كل 5 دقايق يا دكتور طب الحالة، طب ده عنده ألم في الناحية اليمين. يا جماعة بلاش الهس هس بتاع الناس، كل ده هيدمرك وكل ده هيدخلك في دايلمة صعبة جدا جدا انك تخف منها. التوتر هو اللي هيقلل مناعتك، والتوتر هو اللي هيخلي واحد تاني يخف وواحد تاني يموت، مفيش حاجة تانية. هو ده التوتر هو العامل الرئيسي. خليك ريلاكس وسلم امرك لله، انت مش هتموت قبل اجلك، ربنا سبحانه وتعالى كاتب لك الساعة اللي انت هتموت فيها، خليك ريلاكس، استقبل الموضوع ببساطة يعني. تمام، اول حاجة هناخدها في الادوية اللي انت تروح تشتريها من الصيدلية وهتكون متوفرة ومش هتلاقي فيها مشاكل. طبعا في حاجات هيبقى فيها مشاكل، اللي ما فيش مشاكل خالص هتجيب البنادول. بلاش كلمة بنادول عشان انا عارف الناس بتروح تقول له بنادول، لا، باراسيتامول. باراسيتامول ارخص باراسيتامول موجود في السوق، ارخص واحد باراسيتامول اسمه كده، ايبيمول، باراسيتامول، اي اسم فيه مادة الباراسيتامول. لانه لقوا ان الفولترينات والبروفين اللي هي بتنزل حرارة فعلا، بس مشكلة في الكوفيد ان هي فيه مشاكل بتعمل، ودي تقريبا انا في رأيي عشان موضوع تخثر الدم والحاجات دي وامراض القلب ومشاكل الضغط، فبلاش الادوية اللي هي زي الفولترين والامور اللي زي دي، يبقى باراسيتامول للحرارة. عايز اقوي مناعتي هاخد ايه يا دكتور؟ فيتامين دي. فيه فيتامين دي 10,000 وحدة، انت بتروح بلاش تذكره اسم دواء، قول له انا عايز فيتامين دي لوحده، مش عايزه مع ادويه تانية. اصل في يقول لك ايه الاوستيوكير ده فيه كالسيوم وفيتامين دي، لا، قول له عايز فيتامين دي. في فيتامين دي 10,000 وحده وفي 50,000 وحده، هاتوا ال 50,000 وحده حبايه في الاسبوع. دي انا بقول لكم حاجات مش محتاج تاخد راي دكتور فيها. فيتامين بي، بي كومبلكس، عندك الملجا، عندك النوروبيون، كل ده متاح. الزنك 50 مللي جرام، ال 50 هات الزنك 50، زنك 50 حبايه مرتين في اليوم، لو طفل هتدي له حبايه واحده في اليوم. يبقى احنا كده خدنا الفيتامين دي، خدنا الباراسيتامول للحراره، خدنا الزنك، شربنا سوائل كتير، لازم الجفاف والحاجات دي، لازم مناعتك هتقوى بالسوائل. سوائل ايه؟ ميه. عايز تشرب بيبسي اشرب، مفيش مشكله، بس دايت لو انت عندك سكر يعني. عايز تاكل كل اكل صحي مفيش فيه مشكلة، ممكن يجيلك تلبك معوي من الفيروس ممكن، فالسوائل في الفترة دي مهمة جدا. طيب يا دكتور انا بكح، ادوية الكحة ملهاش اي معنى بصراحة، مش عارف اللي بيسموها الاوبليكس وكل دي كلام فاضي، مفيش دواء كحة، دواء الشرب ده كلام فاضي. هي بتبقى بتعمل ضيق في الشعب الهوائية، الفنتولين جلسة بخار، لو عندك جهاز بخار في البيت اللي بتعملوه الأطفال ده، والفنتولين والبالميكورت اللي بتحط عليه أو حبوب فنتولين، يعني مش هتفرق أو كتير، لكن هي دي أهم نقطة. دي الأدوية. المضاد الحيوي، المضاد ملوش دور في ده فيروس، يعني المضاد الحيوي اللي هو الزيسرو ماكس ومش الزيسرو ماكس ملوش دور، بس احنا بنديه للوقاية. فلو هتجيب اختار الزيسرو ماكس، اختار الزيسرو ماكس. ده كده لغاية دلوقتي الزيسرو ماكس او زيترون او اي حاجة، اللي هو هتلاقي المادة العلمية اسمها ازيثروميسين، هاتوا ارخص ادوية، مفيش داعي خالص للادوية الغالية يا جماعة ارجوكم. دي كلها مفيش علاج مخصص للفيروس، مفيش دواء يقولك ان ده الفيروس اللي هو هيقضي عليه، كل دي حاجات بتصبط او تزبط جهاز المناعة بتاعك. فيتامين دي والزنك من اهم الحاجات اللي بتمنع تكاثر الفيروس في الخلية، وبتغير البي اتش بتاعت الخليه مع الدواء اللي هقول لكم اذا لقيناه، يا ريت ما كانش يبقى خلاص. لغايه دلوقتي دي الحاجات اللي انت المفروض البروتوكول اللي انت هتعمله لنفسك جوه البيت، مش مطالب اكتر من كده. في حاجه لو لقيناها، هم دلوقتي في بروتوكولات وزاره الصحه في ناس بيقولوا شالوها وفي ناس لا، هو دواء الملاريا الى الان بيتاخد في الجزائر، بياخدوه في الهند، بياخدوه واثبت فعاليه يا جماعه في اول يومين. لو انت عندك لسه الموضوع حكه في الحلق وحاسس بجسمك همدان، خد دواء الملاريا. لو لقيته اسمه البليكانيل او هيدروكسي كلوروكين، ايا كان الاسم ايه، اسمه دواء الملاريا 200 مللي جرام، بتاخد قرصين الصبح وقرصين بالليل في اول يوم، وبعد كده قرص الصبح وقرص بالليل. بس رجاء لو هتاخده مع الزيسرو ماكس لازم دكتور يعمل لك رسم قلبه ويشوف اذا كان ينفع تاخده ولا لا، ينفع تاخده ولا لا. ده الحاجات اللي محتاجة دكتور. أدوية السيولة،
هو ليه احنا بندي ادويه سيوله؟ عشان التخثر الدم اللي بيحصل نتيجه الفيروس وتاثيره على الخلايا اللي موجوده في الجسم. الناس بتاخد اسبرين، شيء مقبول انك تاخد اسبرين، بس ما يكونش عندك قرحه في المعده وما يكونش عندك مشاكل ولا حاجات لها دايما. دي من الحاجات اللي انا بقول لكم استشيروا فيها الدكتور. الاسبرين اللي في ناس بتاخد البلافيكس، لا طبعا لازم نستشير الدكتور. او الكليكسان دواء اللي هو السيوله زي الهيبارين، ده لازم ناخد راي دكتور فيها، ما ينفعش اخده. هو مهم بس لازم اسال دكتور قريب مني، دكتور في المستشفى، اي دكتور في العيله، اي حد تمام هياخد منك الهيستوري بتاعك، يعرف ان انت ما عندكش مشاكل في السيوله بتاعت الدم، يقدر يديك الكليكسان اللي هو الابر، او اللي هو بيبقى في حاجه اسمها ليكوس 5 مللي جرام بتاخد مرتين في اليوم، ده رائع في الجلطات الرئه. الامور هتاخد لها من اسبوع ل 10 ايام، الحراره مش عايزه تنزل، ما تقلقوش. الالم الصدر هيجي على خفيف برضو، ما تقلقوش. لكن لو النفس طابق عليا ومستمر، مش مثلا، اصل خلي بالكم الناس عندها رعب، فكل واحد يقول لك ايه اي ده انا كده تعبان، لا واللي حواليه مولعينه، يعني اللي حواليه مخليينه مش قادر يستحمل نفسه ورعب، واكتب وصيتك واعمل وانا هموت وانا مش عارف ايه، ده يضره، ده يضره. فارجوكم طبعا، غير ان انا اقول لكم خليكم في البيت والبسوا الكمامه واغسلوا ايديكم، دي حاجات خلاص انتوا حفظتوها. تزاحم شيء خطير جدا، لو الشعب كله 80% لبس كمامات، يعني حصانه القطيع اللي بيقولوا عليها، لو حصلت الفيروس مش هيتلاقي، ما هو بيتنقل من انسان لانسان. فلو انت عندك دلوقتي ناس حصل لهم مناعه، عشان كده بقول لكم طالما وصلوا الذروه اسبوعين بكتير وهيختفي، حافظوا على نفسكم، ده اسبوعين وهتنتهي القصه خالص. تاني ملخص للي حصل، الادويه اللي احنا قلنا عليها ان انت ممكن تجيبها وتاخدها بدون استشاره طبيب، والادويه اللي انت لازم تستشير فيها طبيب، زي ادويه التخثر الدم، زي ابر السيوله والحبوب السيوله، وطبعا دواء البليكانيل، ودواء اللي هو كان بيستخدم لل اللي هو التامي فلو الانفلونزا الخنازير، كان في ناس بتستخدمه الاول، في ناس وفي ناس لا. لو لقيناه ما فيش مشكله ناخد راي دكتورنا. وفي الكورتيزون، ما حدش طبعا بياخده الا ما يشوف الدنيا والحاله اخبارها ايه. الحراره ما تقلقوش، هتقعد لها ممكن تقعد 10 ايام طالما اذا قدرت تعمل تحاليل صوره دم، الدي دايمر اكتبه ورايا، الدي دايمر هكتبها لكم وهتنزل على الفيديو، الدي دايمر والفريتين والانزيمات الكبد والكده، احنا بنطمن على الحاجات دي وبتاع السيوله اللي في الجسم. اذا قدرت وتعمل اشعه عاديه على الصدر، ما فيش داعي للاشعه المقطعيه وتكلف نفسك، اعملوا اشعه عاديه، ما فيش داعي خالص للاشعه المقطعيه نهائي، اعملوا اشعه عاديه. الازمه عندنا في بلدنا بتدار بطريقه كويسه جدا، ما فيش مشكله. على مستوى العالم كله بقى العلاج المنزلي اوبشن مش اختياري، ده هو حاجه لازم منها في الفتره اللي احنا فيها دي. اهتموا بصحتكم، اسبوعين ان شاء الله ونكون اتخلصنا من الكابوس اللي احنا عايشين فيه ده. يا رب الصحة ليكم جميعا، وخلي بالكم من نفسكم وخليك في البيت. تحياتي ليكم.